بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا ويقينا يا ذا الجلال والإكرام. حياكم الله أيها المشاهدون الكرام، أخواتي المشاهدات الكريمات، أخواني وأخواتي الحضور الكرام، في هذه الدقائق اليسيرة ضمن جائزة سمو الشيخ الملكي الشيخ خليفة بن سلمان القرآنية، هذه الجائزة المباركة التي تتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، سنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن شيء يتعلق بالقرآن الكريم. وهذه الجائزة أتت حتى تشجع المسلمين والمسلمات لحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. ومن أهم الأمور التي يحتاجها المسلم عند بدئه بحفظ كلام الله سبحانه وتعالى أن يعرف الوسائل المعينة لحفظ القرآن. وهذا السؤال يطرحه كثير من الناس، يقول كيف أحفظ القرآن الكريم؟ هل هناك خطوات؟ هل هناك أسباب؟ هل هناك وسائل لحفظ القرآن الكريم؟ الجواب نعم، هناك وسائل معنوية ووسائل حسية. سنتكلم بإذن الله عز وجل في هذه الدقائق عن الوسائل المعنوية. والوسائل المعنوية المقصود بها هي الأعمال القلبية أو الوسائل الوجدانية التي تعيننا جميعاً بإذن الله سبحانه وتعالى على حفظ القرآن الكريم. أولى هذه الوسائل إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في إرادة حفظ القرآن. إذا أردت أن تحفظ القرآن، قف قبل أن تحفظ، سل نفسك هذا السؤال، قل لماذا أحفظ القرآن؟ لماذا أحفظ القرآن؟ الجواب عليه سيعطيك دافعاً بإذن الله عز وجل للمضي لتحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن كانت نيتك في حفظ القرآن الدنيا فقط، يعني لا تريد الآخرة إنما تريد الدنيا، فاحذر من هذه النية. ونحن نعلم جميعاً أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أولهم رجل حفظ القرآن، يعني أنه من حفاظ القرآن الكريم، فقال له الله سبحانه وتعالى، أو عندما قال له ربه سبحانه وتعالى وسأله عن حفظه قال يا ربي حفظت القرآن فيك، يعني من أجلك. يقول هذا الكلام عند من يعلم السر وأخفى، الذي خلقه وخلق قلبه ويعلم مقاصده سبحانه وتعالى، فيقول له الله سبحانه وتعالى كذبت، بل حفظت ليقال، قال وقد قيل، الناس مدحوك في الدنيا، صوروا معاك، قالوا فلان شيخ قارئ، لأنه لم تكن عندك نية إلا هذه النية، هذه نية باطلة. لكن الموفق والموفقة هو الذي وهي التي تحفظ القرآن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. النيات الباطلة ستأتي في الطريق، لكن الموفق هو من يصرف هذه النيات. ابتداء لماذا حفظت القرآن؟ لله سبحانه وتعالى. ما يأتيك خلال الحفظ من خطرات الشيطان وساوسه تطردها وتصرفها عن نفسك وتمضي إلى ما عزمت من حفظ القرآن الكريم. وهذا يعطينا أيضا إشارة إلى الوسيلة الثانية من وسائل حفظ القرآن، وهي أن تعرف فضل حفظة القرآن ومنزلة أهله. لماذا تحفظ القرآن؟ حتى أنال فضل الله سبحانه وتعالى. ما هو فضل القرآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الله أكبر، الله جل جلاله الغني عن عباده له أهل هم أهل القرآن. أهل القرآن هم الذين ديدنهم القرآن الكريم. لو أضرب مثال الآن واقعي، إذا أراد أحد الناس أن يشتري سيارة مثلا ولا يعرف ما نوع السيارة التي يشتريها وكم أسعارها وما صفاتها، مباشرة يقال له اسأل فلان فإنه خبير سيارات، يقولوا له. ولا أراد الحداق، يبي يذهب يدخل في البحر وما يعرف متى الوقت المناسب، يقولوا له اسأل فلان فإنه معروف بالحداق. كيف عرف أن هذا بالسيارات معروف وهذا بالحداق معروف؟ أن ديدنه دائما يتكلم بالسيارات أو بالحداق. هل سمعت مرة واحد يقول لك والله اسأل فلان فإنه أعرف بالقرآن؟ نعم، إذا كان ديدنه القرآن، هذا من أهل الله سبحانه وتعالى، هو من أهل القرآن الذين دائما يحفظون القرآن ويراجعون القرآن ويتحدثون في القرآن، ديدنه كلام الله سبحانه وتعالى. إن لله أهلين من الناس هم أهل القرآن سبحانه
وتعالى. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه من الأحاديث التي تعطي حافظ القرآن دافع أن يحفظ القرآن، والله لو أخذنا هذا الحديث فقط لكفى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن، إذا سمعت قارئ القرآن يعني حافظ القرآن، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله يعني أحفظهم لكتاب الله، يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كم عدد آيات القرآن الكريم؟ عدد آيات القرآن الكريم 6236 آية، 6236 آية عدد آيات القرآن الكريم. يقال أن منازل الجنة بعدد درجات أو آيات القرآن الكريم، يعني أن درجات الجنة 6236 درجة بعدد آيات القرآن الكريم، وبين الدرجة والدرجة كما قال صلى الله عليه وسلم: كما بين السماء والأرض. تخيل، يعني الذي يقرأ القرآن وهو حافظه أين يبلغ؟ يبلغ إلى الفردوس الأعلى مع محمد صلى الله عليه وسلم، ومع نوح وموسى وإبراهيم والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا الحديث فقط يكفي دافعا أن تحفظ القرآن: أنا أريد أن أكون مع محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك أحفظ القرآن. فمن الوسائل المعنوية المعينة على حفظ القرآن أن تعرف فضله وفضل أهله وحملته كذلك. أيضا من الوسائل المعنوية قوة العزيمة والصبر على الحفظ. لا بد لمن أراد أن يحفظ القرآن، لا بد أن يصبر على الحفظ. حفظ القرآن ليس سهل، العزيمة على حفظ القرآن يحتاجها الحافظ. من حفظ القرآن الكريم ترى ما كانوا يلعبون أو يتسكعون في الشواطئ، إنما كانوا يجلسون أمام القرآن ويقرؤون ويراجعون ويكررون الآيات حتى يثبتوا كلام الله. يعني في تعب وفي نصب، لكنه نصب منسي، بل له لذة وحلاوة بعد الحفظ، أنه يشعر بلذة في قلبه عندما يكون كلام الله سبحانه وتعالى في قلبه. وحافظ القرآن، حافظ القرآن، الفرق بينه وبين من لم يحفظ القرآن مثله كمثل المسافر الذي يسافر وعنده تمر. حافظ القرآن كلما جاع أكل من التمر، ما يحتاج أن يقف يركن السيارة ويطلع عيش ولحم ويطبخ. أما غير الحافظ مثل اللي مسافر ومعاه ماكلة، مثل ما نقول معاه عيش ودجاج وزيت ودهن، إذا جاع شو يسوي؟ لابد أن يقف وينزل الشولة ويطبخ ويطلع اللحم والدجاج وكذا، يأخذ وقت. لكن ذاك حافظ القرآن مثل الذي يسافر معه التمر، يأكل وهو في الطريق. فحافظ القرآن يترنم به دائما، ما يحتاج أن يفتح المصحف حتى يقرأ، لأن القرآن في قلبه. لذلك أقول أن الحفظ يحتاج إلى صبر وقوة عزيمة. أيضا من الوسائل المعنوية التي تعين على حفظ القرآن الكريم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ما معنى حسن الظن؟ أن تظن بربك خيرا، أن الله سيحفظك القرآن. يعني بعض الناس يدخل في حفظ القرآن يقول: والله ما أدري، يمكن ما أحفظ القرآن، يمكن الله ما يحفظني. هذا سوء ظن بالله والعياذ بالله. إنما حسن الظن بالله أن تعتقد اعتقادا جازما أنك ستكون من حملة القرآن. إذا بذلت السبب وعزمت في الطريق وسرت في الطريق ستحفظ القرآن. فقط انوي نية صالحة وأحسن ظنك بالله، وخذ بالأسباب، هذه الأسباب التي سنذكرها خذ بها وغيرها، بإذن الله ستكون من حملة القرآن الكريم. أيضا من الوسائل إخواني أخواتي البعد عن المعاصي. الإمام الشافعي رحمه الله وهو إمام الدنيا في زمانه كان يشكو أحيانا ضعف ذاكرته أو تفلت حفظه، فاشتكى ذلك إلى شيخه وكيع بن الجراح، فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. أعظم نور هو كلام الله سبحانه وتعالى، يهدي الله لنوره من يشاء. هذا النور لا يدخل في قلب العصاة، هذا النور لا يفوز به من كان متلبسا بمعصية الله سبحانه وتعالى. لذلك المسلم ينبغي أن يبتعد عن معصية الله قدر المستطاع، ويبتعد عن الذنوب والمعاصي حتى يكون بإذن الله سبحانه وتعالى من حفظة القرآن. أختم أيها الكرام أن من أعظم الوسائل التي تساعد على حفظ القرآن الدعاء، ثم الدعاء ثم الدعاء.
عليك بالإلحاح، عليك بالإلحاح إلى ربك سبحانه وتعالى وعلى ربك سبحانه وتعالى أن الله يحفظك القرآن وأن الله يحفظك القرآن. فالله سبحانه وتعالى ما سمع عبدا يناجيه جل جلاله وهو يحسن الظن به إلا أعطاه ما يسأل. نكتفي بهذا القدر ونلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.